لمياء، بعد التحية ماذا عن ما لديك من أحداث؟ وأعتقد أن لديك لقاء خاص مع معالي وزير الموارد المائية والري دكتور هاني سويلم. بالفعل اختتمت منذ قليل جلسة معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لتحدث خلالها عن ما قامت به مصر من خطوات لمواجهة التغيرات المناخية، كما تحدث أيضا عن دعم مصر لدول القارة السمراء وما يجب أن يفعل من أجل دعم دول القارة السمراء في مواجهة التغيرات المناخية. أنا معي دكتور هاني السويلم وزير الموارد المائية والري، سيتحدث إلينا عن يعني مصر، خاصة أن مصر هي الرئيس الحالي لوزراء المياه الأفارقة. بالتأكيد، أهلا بك يا فندم. والحقيقة مصر فعلا بترقص ناو وزراء المياه الأفارقة، 54 دولة، يعني 54 وزير مياه، والحمد لله تسلمنا الرئاسة في مارس يعني السابق اللي هو 2023، وتستمر الرئاسة الأمكاو أو مجموعة وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين. إن شاء الله عندنا برنامج حافل بالأنشطة اللي بيخلي مصر تستمر في ريادة مجال المياه في أفريقيا زي العديد من المجالات، وإن شاء الله نقدر نفيد القارة وكمان نستفيد من القارة. دي لو تطرقنا إلى الاجتماعات بنك التنمية الإفريقي واللي بيتمحور حول حشد الإمكانات من أجل دفع القطاع الخاص لتمويل المشاريع هنا في القارة السمراء، أهم ما طرح اليوم في الجلسات. الحقيقة زي ما سمعنا أن التغيرات المناخية هي اللاعب الأكثر أهمية حاليا في الجلسات، ومطالبة الدول الصناعية الكبرى بالدعم والمؤسسات الدولية بالدعم المادي للمؤسسات والحكومات الأفريقية، لأن شفنا يمكن مجال المياه بيتصدر الحديث النهاردة لما بيحصل الحديث عن الفيضانات أو الجفاف. سمعنا الصومال أحد الدول اللي بتعاني من التغيرات المناخية، إحنا في مصر كمان عندنا تأثيرات للتغيرات المناخية، وبالتالي جزء كبير من التمويل لو إحنا فعلاً عايزين نوصل لأهداف التنمية المستدامة في 2030 لازم يتم ضخ مبالغ ضخمة جدا في التكيف مع التغيرات المناخية، في إيجاد حلول للفقر المائي، إيجاد حلول لمشاكل الجفاف، إيجاد حلول لحماية بعض الدول اللي بتعاني من الفيضانات، وكل ده بيتمثل في مش دعم المؤسسات الدولية فقط ولكن دخول القطاع الخاص في الاستثمار في هذه المجالات التي بنعتبر طبعا الاستثمار في مجال المياه هو على قمة الأولويات، لأن المياه زي ما بنقول في قلب العمل المناخي والتأقلم مع التغيرات المناخية. معالي الوزير، ذكر معالي رئيس مجلس الوزراء أن الفجوة التمويلية تصل إلى 3 تريليون دولار حتى عام 2030، يعني هل يستطيع القطاع الخاص وحده مواجهة هذه الفجوة التمويلية أم نحن نحتاج إلى شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القارة السمراء؟ فعلا هو كده زي ما حضرتك قلتي وزي ما دولة رئيس الوزراء قال، ان هو ده وقت التعاون، وهو ده وقت التعاون مش بس مع المنظمات الدولية والحكومات خارج أفريقيا، ولكن التعاون اللصيق ما بين الدول الأفريقية هو كلمة السر في المرحلة القادمة، ولازم يحدث تقارب أكتر من كده علشان نقدر نعدي الفجوة أو الجاب اللي حضرتك ذكرتيه زي ما اتقال في الجلسة اللي فاتت. ففعلا كلمة السر هي التحول والتعاون الأفريقي أفريقي ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب في الدول الأفريقية. مع الوزير، يعني لو كلمنا عن مصر وجهود كبيرة اتخذت، يعني إشادات كبيرة خلال جلسات المؤتمر بما قامت به مصر في مجال دعم التغيرات المناخية، وقالوا أن مصر من الدول الرائدة في أفريقيا وحققت كثير من الإنجازات في هذا المجال. لو أقلنا الضوء على الخطوات التي اتخذتها مصر من كوب 27 وما قبلها وما قبلها. الحقيقة لو بس اتكلمنا على نتائج الكوب 27، سمعنا كام مرة النهاردة قد إيه النجاح العظيم اللي حققته مصر في الكوب 27 اللي تم عقد انعقاده في مصر في نوفمبر السابق، وكفاية ان احنا نكفي نقول ان الكوب من 1 لغاية 26 ما كانش كلمة المياه دي مطروحة، على الرغم ان كل تأثير في مجال المياه نابع معظمه من التغيرات المناخية او جزء كبير منه سببه التغيرات المناخية، وما كانتش كلمة المياه موجودة على الأجندة العالمية. النهاردة
القرار النهائي للكوب 27 بيتكلم عن المية يمكن في 5 مواقع في القرار الرئيسي أو الكفر ديسيجن اللي هو الغلاف الرئيسي لقرارات الدول في الكوب 27. وأهم من كده الحقيقة وجود اللوس اند دامج اللي هي الخسائر والأضرار اللي بتساعد الدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام إن هي تحصل على تمويل بسبب الأضرار اللي وقعت عليها من التغيرات المناخية. ده نجاح غير مسبوق على مستوى العالم، ده مش نجاح فقط للقارة الأفريقية ولا نجاح للعالم كله وخاصة الدول النامية، وده حصل كأحد نتائج الكوب. وسمعنا كل الدول النهاردة أشادت بدور مصر ومخرجات الكوب 27، ويمكن كنت أنا شخصيا على رأس وفد كبير من وزارة الخارجية اللي بنتعاون معها تعاون لصيق ووزارة الموارد المائية، كنا موجودين الشهر اللي فات في نيويورك في مؤتمر المياه العالمي اللي طبعا هو أكبر مؤتمر في 50 سنة اللي فاتت، ويمكن تولينا الحوار العالمي في مجال المياه والتغيرات المناخية، وده كان بسبب نجاح مصر في الكوب 27. ابتدى العالم يشوف مصر، يمكن اختاروا مصر واليابان هم اللي يقودوا كل الدول دي في مجال المياه والتغيرات المناخية، وده ما فيهوش أي تحيز، ده مجرد ان هم شافوا ان مصر لعبت دور كبير جدا في الكوب، وبالتالي لازم مصر تقود مجال المياه والتغيرات المناخية في المستقبل. يعني ده بيقودني لان معالي رئيس الوزراء قال ان مبادرة نوفي او برنامج نوفي اللي بيمولها بنك التنمية الافريقي لدعم الغذاء والطاقة والمياه في مصر يجب ان تكون مبادرة افريقية، يعني نموذج للمبادرات الناجحة. ده حقيقي، هو فعلا ده اللي قاله دولة رئيس الوزراء، ان احنا طبعا عارفين ان المياه والطاقة والغذاء مرتبطين ببعض، يعني انا ما اقدرش انتج غذاء من غير وجود مياه وطاقة، وكمان ما اقدرش انتج مياه لو انا بعمل تحلية بدون وجود طاقة، ففي ترابط لصيق ما بينهم، وبالتالي مصر كانت سباقة في ان هي ربطت الثلاث موارد مع بعض وابتدت تعمل منصة للتمويل. يمكن سمعنا النهاردة بنتكلم على ان مصر حصلت على تمويل تحت المنصة دي يفوق ال 14 مليار دولار، وبالتالي ده الحقيقة إنجاز مهم جدا وقصة نجاح يمكن العالم اتكلم عنها. بنشكر طبعا دولة رئيس الوزراء، نشكر فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر طبعا وزير التعاون الدولي على الدعم والمنظومة اللي كانت متناغمة مع بعض. وطبعا ده كان ان دولة رئيس الوزراء يقصد ان ده المفروض مثال يحتذى به، وممكن يتم اب سكيلينج او تعميمه على القارة الأفريقية بشكل عام. ما زال الاجتماعات مستمرة، نتوقع ايه؟ نتوقع شكل المبادرات اللي هتخرج، هل مصر ستتبنى مبادرات اخرى خلال هذه الاجتماعات؟ نتمنى ان شاء الله، مش عايزين نسبق الاحداث، ولكن ان شاء الله نتوقع نجاح للمؤتمر ده زي النجاحات اللي حصلت في الفترات السابقة. شكرا جزيلا معالي وزير الموارد المائية والري، بتتواصل هنا بمدينة شرم الشيخ جلسات الاجتماع البنك التنمية الافريقي لمناقشة سبل دعم دول القارة السمراء لمواجهة التغيرات المناخية. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو.